حقيقة وضع غزة وضع مأساوي، وإسرائيل في عملياتها لم تراعي قواعد الاشتباك إطلاقا، ولم تراعي توصيات لحماية المدنيين أثناء النزاعات. هذه واضحة ومفهومة، ماكو دولة احتلال تسلك هذا السلوك. هذا مو احتلال، هاي إبادة. الاحتلال إلى سياقاته وإلى وضعه، وكل الاحتلالات اللي احنا نعرفها مو بهذه الصيغة هاي. يعني احنا احتلونا الأمريكان ما كانت هاي. الاحتلال إلى نقاطه وإلى عقده وإلى من أرض الحيوية. لا ينتقم من المدنيين. ما ينتقم من المدنيين. لكن احنا نشوف شعب فلسطين يعني ديباد أمام عيوننا. هذا التبادل الأدوار واللي ذكره أخوي دكتور عمرو، فعلا هم تبادل الأدوار بين القوى الغربية المسيطرة وبين إسرائيل. طيب. هم يحجون، لكن على أرض الواقع ماكو تنفيذ. على أرض الواقع مختلف، الدعم مستمر وإسرائيل متمكنة من أداء مهامها العسكرية، وحاليا وصلت إلى جنوب غزة والعمليات العسكرية القاسية مستمرة. طيب تصريح البريطاني ألا يعد اللي نتوقعه أنه أمريكا وحلفائها في هاي القضية اللي هم البريطانيين والفرنسيين واللي هم مستلمين الملف هذا، أعتقد يحاولون أن يفرضون هدنة لمدة شهرين، هدنة رمضان. هاي الهدنة يوفرون بها فرصة لاستقرار إسرائيلي بغزة، لا يترتب عليها انسحاب، وهذا طبعا كارثة، ولا يترتب عليها تبادل كامل للأسرى والرهائن، راح يترتب عليها تبادل جزئي لكبار السن والأطفال وهكذا. حالات الحرجة. أي حالات الحرجة جنابك، وهي أيضا إذا صارت أحسن من لا شيء. يعني أحسن تنطينا فرصة لعقد اتفاقيات مستقبلية مناسبة لعقد دولة، لكن إحنا بالمقابل يجب أهم من لمم شتاتنا. إحنا هذا التفرق الفلسطيني مو بصالحنا، إحنا مو بصالحنا غزة دولة والضفة الغربية دولة، هذا مو صحيح. هذا ممكن يشكل عقبة، هذا عقبة كبيرة. احنا على اخواننا الفلسطينيين انه يرتبون اوراقهم ويرتبون وضعهم ويكونون هم دولة في مواجهة سلطة الاحتلال.